سعاد عبد الأمير. أنا هنا أتكلم على العطاء. أتكلم على العطاء. يعني أنا تكلمت يعني حتى في وقتي سعاد كان متواجد معي. تواجد معي. أنا رحت بهذا الاتجاه أريد أدعم لاعبين شباب. يعني وحتى يعني أعالج مشكلة بالمنتخب. قلنا مثلا المهاجمين من كان علاء ومهند صار لهم كذا يقدمون بهذا. لذلك في وقتها دعمت أمجد عبدوان، دعمت صفا هادي. أنا من دعيت صفا هادي لأول مرة بطولة فلسطين مباراة يوم القدس كان عندنا، لأنه فلسطيني جونا البصرة المنتخب واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد مالهم. فيوم القدس رحنا احنا الفلسطين، ممكن ب 14 لاعب غلبنا فلسطين، ب 13 لاعب غلبناهم 3-0، وكان أول مباراة تشارك فيها صفا هادي. فقصدي كلاعبين شباب، فربما أنا في ذلك الوقت حتى أبخست حق سعد يعني بعطاء. بس أنا كان تصوري أنه حتى أعد صفا، أعد أمجد، تمام. وخير دليل على أنه اللاعب بالعطاء وليس بالعمر ما قدم سعد عبد الأمير في المباراة الأخيرة. على طاري صفا، يستحق العودة للمنتخب؟ أنا بالنسبة لي كباسم لو كنت مدرب للمنتخب الوطني ما أتردد لحظة في استدعائه، وكل من يعترض مثل ما صارت فترة في فترتي ترضوا على أسماء كثيرة ومنهم مهند ميمي، يعني كان هم الناس لو ربما عذرهم انه بحجة وتتدرد وغيره، الى ان وصلت قلت لهم راح انزل اعقد مؤتمر وادعي كل مثل انا اليوم كأنما رئيس جمهورية العراق مدرب منتخب العراق. الناس تريد تعرف من باسم قاسم، انا هذا اللاعب اريده، انت تريد تشيله من القائمة اطلع قول ليش، على الاقل انا ابرد انتي امام الناس، انا مؤتمن. حلو. انا مؤتمن هذا الموضوع. ويعني لذلك انا يعني حقيقه ما اتردد لحظه حتى لو كانت معارضه، في حين كانت معارضه على اسم قاسم، لان سوى كذا وسوى كذا قسم المدرب يزعل. يا اخوان احنا خلاص خلانا في حين رفعت قلنا خلينا نستخدم سياسه الاحتواء، لانه انا قلت اريد اوصل المنتخب، وبالفعل اعلنت اهداف. الاهداف انه نحقق نتائج بتصفيات كاس العالم، نحقق نتائج نزج بلاعبين شباب، اوصل بالمنتخب من اسلمه للمدرب، وبالفعل انا سلمته 95% من خيارات باسم قاسم استمرت مع كتنيش لمده 3 سنوات. اذا احنا ماشيين بالنهج الصحيح. ولذلك يعني انا صفا حتى لو كانت معارضات رسمية أو غير رسمية أو إعلانية، أصر على استدعاء صفا. الصورة الأخرى ولمصلحة المنتخب أنا.